السلام عليكم. الحلقة ديالي إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس في ليكونومي جينيرال اللي هو لو شوماج. أولا غادي نبداو بواحد ديفينيسيون، غادي نعرفو أولا ان شومور. ان شومور هو اون بيرسون اجي دو 19 ans de plus سون ترافاي اي ال اي ديسپونيبل بور لو ترافاي اي كي شيرش ان امبلوا. يعني هو واحد الراجل او امرأة بيرسون اجي كبيرة على 19 عام وبلا ترافاي ولكن كتقلب باش تخدم. Au niveau d'une économie nationale, le chômage apparaît lorsque l'offre d'emploi des entreprises est inférieure à la demande des personnes. يعني منين الشركات العرض ديال الشغل اللي كيديروه كيكونوا قلال على الناس اللي باغيين يخدموا. دابا هاد الخطط هادي غادي توضح لنا شويه لا بوبولاسيون. كاين لا بوبولاسيون توتال اللي كتقسم الى بوبولاسيون اكتيف و بوبولاسيون اناكتيف. يعني بوبولاسيون اكتيف اللي كيخدموا و بوبولاسيون اناكتيف الناس اللي مثلا الناس لي صغار والناس لي كبار فلاش ما يقدروش يخدموا. هاد لا بوبولاسيون اكتيف هي كتقسم لجوج، كاين بوبولاسيون اكتيف اللي خدامه اون امبلوا وكاين بوبولاسيون اكتيف اللي اون شوماج. حنايا غادي يكون الدرس تاعنا على هاد لا بوبولاسيون اكتيف اللي اون شوماج. دابا غادي نشوفو لو ميزور دو شوماج او ماروك. اولا غادي نشوفو كي نديرو نحسبو لو تو دو شوماج. Le chômage, القاعدة ديالو هي la population active en chômage sur la population active totale fois 100. هاد لا دونا كيكون تقريبا دايما عندنا. مثلا عطانا واحد الريزولتا ديال 10%. دابا غادي نشوفو كي نديرو لا ليكتور ديال هاد لي دوني هادو اللي كيخرجو لنا كوم ريزولتا، لقاش مهمين بزاف كيقدرو يكونو في لي زيكزامان. مثلا خرج لنا ريزولتا 10%، 10% de la population active au Maroc en 2017 est en chômage. هذه هي la lecture الصحيحة. أولا le taux d'activité إلى طلبوا من نحسبوه égal la population active sur la population totale fois 100. جا هو مثلا إلى خرج لنا الريزولتا ديال 30% نقولوا 30% de la population totale au Maroc en 2017 est en activité. فوالا، يعني كي تشوفوا في la lecture دائما خصنا نذكروا لا دات واش او ماروك ولا في شي دوله اخرى. ودابا غادي نشوفو لي فورم دو شوماج. دابور كاين لو شوماج كونجونكتيغال، سي ان شوماج لي ا اون بيس دو لاكتيفيتي ايكونوميك ا كور تيرم. هاد الشوماج هذا كان وجدوه كاين في المغرب لانه كيكون في الدول اللي عاد فيه طور النمو، لحقاش كتكون مثلا شي مراحل مثلا باغ اكزومبل المغرب في ليفاغ ولا يعني صوف لاتاي كتكون تقريبا دايما كيكون واحد الشوماج لحقاش ما كيكونش الخدمه بزاف. تيجي لاتاي كيكون لو توريزم عاد كتبدا شويه الخدمه. و لو دوزيام شوماج سي لو شوماج ستريكتوريل دو ا لي ادابتاسيون انتر فورماسيون اي مارشي دو ترافاي. تي هذا موجود في المغرب لان شي مرات كتكون الناس عندهم دي فورماسيون عندهم دي ديبلوم ولكن ماشي مؤهلين باش يخدموا في داك لي بوست اللي كاينين. يعني نقدر هو يكون مثلا فورماسيون في لي بانك، كاين ان ترافاي ديال اوفريي في لي باتيمون ولا يعني ما كانش يقدر يخدم. وكاين دابا ان شوماج سيزوني لي ا سيرتان اكتيفيتي كي فليكتو سولون لي بيريود دو لاني. هادو غادي نوجدو مثلا بحال الشركات اللي كيخدمو مثلا بحال لاغريكولتور كتخدم غير في واحد لا بيريود غير فين كتكون وكتريد مثلا لاتي. ومثلا كنشوفو دوك الشركات ديال لومبالاج مثلا اون فوا غادي يكون لي طوماط ولا اي فاكهة ولا اي خضرة كتكون لا بيريود ديالها كاينه لا برودكسيون. اون فوا ما كتبقاش لا بيريود ديالها كيريدو الخدامه. يعني دابا كيكون هنا واحد لو شوماج سيزوني. كاين لو شوماج فولونتير سي كون لا سيتوياسيون دو شوماج اي سولون لو بروبر شوا دو شومور. هنايا مثلا لو شومور هو ما باغيش يخدم، يعني هو مثلا يقدر يلقى خدمه بصح ما باغيش يخدم ديك الخدمه هذه. لو شوماج تكنولوجيك اللي باين لا ماشين رومبلاس لون. دابا غادي نشوفو لي كاركتيريستيك دو شوماج او ماروك. دابور لو شوماج توش بلوس لي فام بلو كو لي زوم، هادي كاينة في المغرب وباينة. و هي توش بلو لي ديبلومي و لي جون ايون دو 15 ans à 24 ans. و لو ميليو اوربان بلو كو لو ميليو رورال، هادي تاهي باينة كيقيس دوك المناطق لي في لي كومباني و داكشي. و لا بخيدومينونس دو سوز امبلوا. و كاين ليكزيستونس دو شوماج ستركتورال بلوس دان نو. لحقاش في المغرب كيما شفنا لو شوماج ستركتورال كاين بزاف كيما شرحت. هو كاين لي ديبلومي مي
ماشي داك الدبلوم ديالو ما يقدرش يخدمو به، يعني هادشي اللي كاين في هاد ليكزيستونس دو شوماج ستريكتور. الحلقة ديال اليوم كملت، نتمنى تكونوا استفدتو. الحلقة الجاية ان شاء الله غادي تكون على الانفلاسيون، واللي بغا شي سؤال او اي مشكلة عنده يخليها لنا في الكومنتار، وشكرا. We'll be right back.